زرعت هذا الشجرية كلها هي ما كان في أبداً أبداً، لأنه كان ابني الشهيد يحب الورد كتير ويهديني كل نهار ورد. ماما شو جايب لك وراي؟ جايب لك وردة مثل حكيتك. فأنا زرعت هالورد، حتى ربيت القطط الصغار لأنه كان ابني كتير كتير بحب القطط. وجيت لهون، جيت يعني وضعنا كان كتير كتير صعب كتير، يعني أول ما جيت لهون يعني ما في أي شيء. أنا جيراني يعني مو إنه أنا بشتغل وهيك، فبيفوتوا لعندي كتير. قاموا ذكروا قدامي إنه مشروع الجمعية، إنه بتحطي كل 15 يوم 25 ليرة، ممكن بعدين هاي المنظمة إنه تدعمك، تدعم مشروعك مثلا، بتاخدي قرض عليه. الفكرة كتير عجبتني لأنه أنا بمنطقة حلب كنت متعلمة شغل المنظفات، اللودالين، المعجون، الشامبو، البلسم. 50 كيلو لودالين نوع أول بس، طبعاً هذا ممتاز. يعني أنا الحمد لله رب العالمين بعته كله، وهلأ يعني بدي أخذ قرض تاني مشان أرجع ساوي شامبو، لأنه مطلوب بقى مني الشامبو والبلسم. أتمنى أنه لو يجيني دعم مثلاً، أفتح مشروع بركي، يعني من نبدأ مشروع جديد يعني وكبير هيك، خرجت عيش عيلة مثلاً من 7 أشخاص، أنه من وراء مربحه.